القبض بيكون من أول $36 لحد 2000 و3000 دولار. بس زي ما قلت لكم انتوا هتفتحوا لايف بوشكم، مش محتاجه من سيادتك اكتر من كده، شكل لائق شويه. تفتح اللايف بتاعك، داعمينك هيدخلوا، الناس هتدخل، هتبداي تتعرفي على الناس، هتبداي تكوني صداقات مع الناس بشكل محترم وجميل. المذيع جاب فيديو قصه من الستوري عندي، الستوري 3 دقايق، هو قصه منها 10 ثواني وحللها على مزاجه. يا سيد الفاضل، اي شخص بلوجر بياخد مبلغ على الستوري بتاعته، ده شغلي يا حبيبتي. انا مش بتهمك، بقول لك خدت كام؟ حوالي 3000 جنيه.